عصام يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من عائلات بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب 1500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 4,635,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أبكر عائلات الموسم الثالث ومنافسة ما بين 16 عائلة مصرية في الثقافة والعلم، والهدف هو الحصول على كاس الموسم الثالث لعباقرة العائلات. أول عائلة مشرفانا في الاستوديو من منيا القمح محافظة الشرقية، نرحب كلنا بعائلة حمودة. في دور 32 كنا أول مرة نقف قدام الكاميرا وأول مرة نقعد في الاستوديو، فكانت أعصابنا كلها متوترة، إنما في دور 16 لا، إحنا جايين جاهزين ومستعدين ومذاكرين، وإن شاء الله نعدي دور 16 وعيننا على البطولة إن شاء الله. بصراحة احنا كنا متوترين جدا وقلقانين من الجو بتاع الأسئلة والإجابات والبرنامج وكده، لكن بعد ما تعاملنا مع أستاذ عصام يوسف عن قريب يعني والفريق بتاع البرنامج كله طمنونا جدا وقللوا الرهبة والتوتر اللي عندنا شوية. طبعا يعني مامتي هي اللي كان عندها معلومات كتير وعرفت تجمع لها معلومات واحنا ذكرناها، وهي كان ليها الفضل الكبير في اننا نبقى هنا في دور 16 ونقدر نعدي دور 32. احنا عدينا اول خطوة وجايين النهاردة وكلنا حماس ان احنا نكمل ونوصل لدور 8. عائلة حمودة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل سنة طيبين. كل سنة طيب. مدام سمر، جبت كام نقطة الماتش اللي فات؟ مش فاكرة. 50 نقطة، ده كان في منافسة قوية ما بين مدام سمر وأحمد. أنتوا الاثنين كل واحد فيكم جايب 50 نقطة، لازم نحييكوا والله، عملتوا مباراة قوية. احتفلتوا ازاي يا محمود؟ يعني ما عملناش حاجة معينة بصراحة. بجد؟ كان لازم باباكوا يحتفل بيكوا. صراحة بقى. والله بعد الحلقة ما اتزقت، بعد ما الحلقة ما اتزقت أنا اتفاجئت بمكالمات كتير جدا جدا، أصحابك كلهم، أصحابي وأهل البلد وكده، وكلهم أنا عاوز أوجه لهم حاجة بس، هم فاكرين، هم كلهم بيقول لي إزاي مش عارف تجاوب سؤال معين أو أسئلة معينة. أنا بقولت لهم وبقول لهم لو قعدت مكاني هنا مش هتعرف، يعني لو سألك، لو الأستاذ عصام سألك على اسمك ممكن تغلط فيه من القعدة. الاستوديو ليه رهبة بالظبط كده، على عموم أي حد شايف إن هو كف يجي والأسئلة موجودة. بس كده اتفقنا. دكتور محمد جاهز ماتش النهاردة؟ جاهز إن شاء الله. دكتورة سمر إن شاء الله، أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عائلة حمودة. أما العائلة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو هتنافس وبقوة الوصول لدور الثمانية من محافظة بورسعيد، نرحب كلنا بعائلة صالح. احنا عدينا الحمد لله أول خطوة وجايين النهاردة إن شاء الله عشان نحاول نكسب في دور 16 ونوصل لدور الثمانية. أكيد ماتش النهاردة هيكون أصعب، لأن كل ما بنتقدم مرحلة المنافس بيكون أقوى. احنا بعد ما صعدنا لدور 16 وكسبنا في دور 32 اكتسبنا خبرة أكتر وبقينا هادين أكتر كمان، وإن شاء الله هنحاول نكسب ونصعد لدور الثمانية. احنا بالنسبة لمباراة ال 32 كنا معتمدين على والدي بشكل أكبر، لأن هو عنده أكبر عدد من المعلومات وجاب 150 نقطة، فاحنا كنا معتمدين عليه بشكل أكبر، وإن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ونصعد لدور الثمانية. عائلة صالح الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حضرتك يا عصام، اخبار رمضان ايه؟ تمام الفل الحمد لله. تمام 100 100 الحمد لله. الصيام اخباره ايه يا احمد؟ الحمد لله. مستريح؟ الحمد لله. جميل جدا. قول لي احتفلتوا ازاي يا احمد؟ ما احتفلناش برضو. باباكوا ضحك عليكم بقى. لا لا لازم يحتفل بيه. الحفله عملتوا مباراه قويه جدا. الحفله كانت اكتر عندي طلبه في الكليه، فوجئت
بالفيدباك على الفيسبوك. الخمس دفعات عندي في الكليه كانت حاجه يعني انا ما كنتش متخيل اللي حصل. يعتبر هم اللي احتفلوا بيه او بينا يعني. بص طبعا الواحد بيبقى مش متخيل ان في ناس كتير يعرفهم بتتابع. اول ما ظهرته على الشاشه كله بالظبط كده كله اكتشف ان عيله صالح بتشارك من بورسعيد. جبت كم نقطه الماتش اللي فات؟ 150. ما شاء الله لازم احيي كلنا دكتور مصطفى تألق الماتش اللي فات. باشمهندس اماني جاهز ماتش النهارده ان شاء الله؟ اخبار الكنافه ايه؟ الحمد لله احنا مستنيين سنه الكنافه ما جاتش. لا اقول لك احسن من الكنافه. قول لي بقى. اجيب لك جلاش حلو. خلاص اتفقنا. دي احلى من الكنافه 100 مره. لو كسبوا ما كسبوش هتجيبوا لي ريش دعوه. انا شخصيا عايز الجلاش والكنافه بتوعي. انت السعيد تعملهم من دلوقتي. الهلا والشفا. اشكرك يا مدام سمر. عيله صالح جاهزين ان شاء الله؟ اتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيله صالح. الموسم الثالث لعباقره العائلات ست فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه بنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: نشنت يا فالح هي جمله شهيره للفنان راحل بفيلم حبيبي الاسمر، فمن هو؟ ستيفان روستي. قالها لمين؟ تعرف لو عرفت قالها لمين بقى؟ لا صعب. تبقى شاطر قوي. توفيق الدين. صعب. لا، قالها للفنان الراحل مين بقى؟ لا صعب. محمد توفي. لا صعب. صعب. هي الجمله مشهوره في، انا حتى مش عارف الفيلم. الفيلم ده كان بطوله مين؟ لا انا مش عارف الفيلم، انا فاكر الجمله بس لان جمله مشهوره كده. انت حد ما اي حد يعمل حاجه تقول له نشنت يا فالح، فمشهوره ان دي بتاعت ستيفان روستي. بالظبط. كان بطوله تحيه كاريوكا وسامية جمال ويوسف وهبي ومحمود المليجي. يعني كان فيلم دمه خفيف قوي. وطبعا دكتور مصطفى اجابه صحيحه. قول يا دكتور مين اللي بتبتدي الاول؟ ان شاء الله عيله حمود. عيله حمود هتبتدي الاول. واول فقره يا فقره العلم. العلم. العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. عيله حموده هناخد جوكر امتى يا محمود؟ لسه مش محددين. ايه رايك يا احمد؟ يعني ممكن في العلوم مثلا عشان دكاتره. جغرافيا. والسؤال هو: يقع جبل العياشي باحدى دول شمال افريقيا، فما هي؟ يقع جبل العياشي باحدى دول شمال افريقيا، فما هي؟ طول الجبل حوالي 3800 متر. من اعلى الطرق في الدوله دي. المغرب. مين اللي قال لك المغرب؟ انا. يعني دي اجابتك محمود؟ المغرب اجابه صحيحه. تاني اعلى قمه في جبال اطلس. برافو عليك يا محمود. وبتبقى متغطيه بالتلج. محمود اول 10 نقط. عيله صالح سؤال في جغرافيا. جغرافيا. والسؤال هو: في أي محيط تقع جزيرة سنتينيل الشمالية؟ سنتينيل الشمالية. الجزيرة دي محدش بيقدر يدخلها، وشعبها بقاله أكتر من 60,000 سنة. سنتينيل بتعني الحارس. الجزيرة دي غريبة جدا، أي حد يدخلها شعبها بيقتله. طيب هي تخمينة. إجابتك. الأطلنطي. الأطلنطي أو الأطلسي. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أحمد. الهادي. المحيط الهادي. إجابة خاطئة. 50-50 ولا لأ؟ ناخد 50-50. دوس على البزر. اختيارين بزائد 10 وناقص 5: المحيط الهندي، المحيط المتجمد الجنوبي. احمد. المحيط الهندي. هي تتبع اداريا للهند. اجابه صحيحه. المحيط الهندي الاجابه الصحيحه. برافو عليك يا احمد. احمد ومحمود احرزوا اول 10 نقط. نتيجه تعادل
10-10. قالت حمودة سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو ماري الأولى هي أول امرأة تتولى عرش إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ ماري الأولى كان عندها 37 سنة، حكمت من سنة 1553 ل 1558. فرنسا. فرنسا يا أحمد إجابة خاطئة، مش فرنسا. في إجابة ولا فيش إجابة؟ دكتور مصطفى. إنجلترا. إنجلترا كانوا بيسموها بلادي ماري، دموية. دموية بالظبط كده، عشان كده المشروب اللي بيتشرب اللي اسمه بلادي ماري بيبقى دايما عليه شطة ويبقى لون اللون هوت صوص، بيبقى مولع. وإنجلترا إجابة صحيحة. باباك قال لك إنجلترا يا أحمد، وسمعتش كلامه. النتيجة اتغيرت، 20 عائلة صالح، 10 عائلة حمودة. السؤال الثاني في التاريخ لعائلة صالح. تاريخ، والسؤال هو في عهد أي من حكام الأسرة العلوية تم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي؟ اسمها الحالي ابتدى من 2013، تضامن الاجتماعي. دكتور مصطفى، مين وزيرة التضامن الاجتماعي دلوقتي؟ صعب يعني، أنا كنت دكتورة نيفين القباش. إجابتك إسماعيل. الخديوي إسماعيل. إجابة خاطئة، مش الخديوي إسماعيل. أحمد دبس مامته. دكتورة سمر إجابتك هي تخمينة برضو، عباس حلمي التاني. عباس حلمي التاني إجابة خاطئة. سنة 1939 في عهد الملك فاروق. سؤال معلومته مهمة، عرفنا أن وزارة التضامن الاجتماعي ابتدت في عهد الملك فاروق. دلوقتي عائلة حمودة عندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو من هو الكاتب المصري الساخر مؤلف كتاب مصر على كف عفريت؟ مصر على كف عفريت اتنشر في 2009، كاتب وصحفي مهم جدا. مية وواحد مقالة بيرصد فيها الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، مين؟ يوسف معاطي. يوسف معاطي طبعا كاتب ساخر، ولكن ما دام قلت أوضاع سياسية واجتماعية يبقى إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ محمد. أحمد رجب. أحمد رجب إجابة خاطئة. 50-50 ولا لأ؟ 50-50 ماشي، دوس على البازر. اختيارين بزائد 10 أو ناقص 5. جلال عامر، محمود السعدني. الآن إجابتك يا محمود. محمود السعدني. أنا الآن وألقي في محله. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة جلال عامر. خسارة الخمس نقط دول، معلش هارد لك. النتيجة عيلة حمودة 5، عيلة صالح 20. أدب، والسؤال هو من هو الشاعر الجاهلي القائل لا يحمل الحقد من تعلو به الرطب ولا ينال العلا من طبعه الغضب؟ لا يحمل الحقد من تعلو به الرطب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرطب ولا ينال العلا من طبعه الغضب، مين؟ امرؤ القيس. إجابة خاطئة، مش امرؤ القيس.
من شعراء المعلقات مين؟ أحمد. عنتر بن شداد. عنتر بن شداد يا أحمد إجابة صحيحة. عنتر بن شداد الإجابة صحيحة، وبكده نتيجة 15 عائلة حمودة، 20 عائلة صالح. آخر سؤالين في الفقرة. أول سؤال عائلة حمودة، جوكر. ماشي. علوم، والسؤال هو في أي مجال علمي حصلت اللبنانية نجاة عون صليبة على جائزة لوريال اليونسكو للمرأة عام 2019؟ نجاة عون صليبة، أستاذة بالجامعة الأمريكية في بيروت. كيمياء. كيمياء بعشرين نقطة. إجابة مين؟ أمام. الدكتورة سمر. يا دكتورة اشمعنا الكيمياء؟ حسيتها كده. حسيتيها الكيمياء؟ وإجابة صحيحة. فعلا في الكيمياء، والحقيقة هي مهمة جدا. ليه؟ لأن هي مهتمة بمشاكل التدخين زي سرطان وزي المشاكل الكبيرة للتدخين، هي مركزة في أبحاثها عليها. 20 نقطة مهمة جدا كده. عائلة حمودة 35، عائلة صالح 20. آخر سؤال في الفقرة وآخر فرصة لاستخدام الجوكر في الفقرة الأولى. لا هترجعوا بيه بورسعيد؟ نرجع. فعلا عشان المخاطرة في النقطة. هنشوف. أنا في رأيي أنه كان سؤال سهل. علوم، والسؤال هو في أي جزء بجسم الإنسان يوجد عظم العقب؟ في أي جزء بجسم الإنسان يوجد عظم العقب؟ مفروض السؤال ده يا دكتور سهل. في القدم. كالكينيس. في القدم. إجابة صحيحة طبعا في القدم. 10 نقط، وكان ممكن يبقوا 20 نقطة وما سمعتوش كلامي. احنا خوفنا نغامر. قلت لكم السؤال ده سهل. احنا خوفنا نغامر تروح الناحية. السؤال ده كان سهل وانا قلت لكم انه كان سهل. النتيجة في نهاية الفقرة، عيلة صالح بورسعيد 30، عيلة حمودة منيا القمح الشرقية 35. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 65 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 97500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر.